كان إيماني بالشباب راسخاً لا يتزعزع، هم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق. عندما وجهت القيادة أعينها نحو بناء الجمهورية الجديدة، كان الشباب محوراً أساسياً وركيزة هامة تم الاعتماد عليها، ولذلك شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً غير مسبوق بالبحث والتنقيب عن المؤهلين للمشاركة ببناء مصر في ثوبها الجديد، بالإضافة إلى تأهيل آخرين من خلال كيانات تم تأسيسها خصيصاً للارتقاء بقدرات ومهارات الشباب المصري. ونتيجة لذلك شارك الشباب بطاقتهم وأفكارهم في المشروعات القومية التي شهدتها أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى رسم رؤية الدولة التنموية. يشرفني وبحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير. اجتمعنا بسم الله نبدأ من أجل المستقبل نعمل. النهاردة المشروعات القومية إذا كنا هنبتدي من الطاقة، محطات بن بان، أكبر محطة طاقة شمسية، أكبر محطة طاقة رياح في جبل الزيت في البحر الأحمر، محطات الطاقة المزدوجة بني سويف، البرولوس، العاصمة الإدارية الجديدة، المحطة النووية. الشباب جزء أساسي في العمل فيها. المدن الجديدة عندنا أفق بأكثر من 32 مدينة لغاية 2030، عندنا اللي بيحصل في جبل الجلالة، عندنا العاصمة الإدارية الجديدة، عندنا التصنيع. الاهتمام بالشباب كان له مكاسب عدة، فإلى جانب استخدام طاقاتهم وأفكارهم قطع ذلك الطريق على بعض التيارات الهدامة. ده سؤال يسأله كل إنسان لنفسه، إذا كان الشباب بقى موجود بهذه القوة بهذه الحماسة يبقى كل ما يقال عن تهميشهم الحقيقة كلام باطل. أما فكرة العبث في أدمغتهم ده بيأتي من الفراغ. الآن هناك اهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة، من قبل وزارة الثقافة، من قبل وزارة التربية والتعليم بأن يكون في التعليم والتعليم العالي، يعني أن يكون في أنشطة كتيرة للشباب بحيث أنهم أولا يبقوا مستفيدين من قواهم، مستفيدين من قدراتهم المهمة والكبيرة. احنا بلد أغلبيتها شباب، احنا 60 مجتمع 60% شباب، وبالتالي الحفاظ على هذا الزخم الدائم يمنع عنهم الأفكار الإرهابية أو الأفكار المتطرفة. 7 سنوات كان عنوانهم بكل بساطة تمكين الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات لبناء جمهورية جديدة بها حياة كريمة بنيت بسواعد أبنائها. هم دول شبابها، هم دول أولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. ودعونا نردد معا شباب مصر والعالم، تحيا مصر، تحيا البشرية، يحيا شباب العالم.